طيب اروح مع حضراتكم لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو الحقيقه يعني طبعا احنا بنتكلم على لاعب يقود منتخب البرتغال في البطوله الاوروبيه وهو ايقونه، خلينا نتفق انه حتى لو كان بيلعب في الدوري السعودي انه واحد من ايقونات كره القدم في العشرين سنه الاخيره، لكن الحقيقه يمكن على مستوى او على صعيد الارقام القياسيه كريستيانو رونالدو بيحقق ارقام كبيره جدا، ويمكن بنتكلم على رقم قياسي جديد جدا بصناعته هدفه الاول في اليورو 2024. البرتغال طبعا كسبت تركيا زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه 3-0 امبارح في لقاءات الجوله الثانيه، ورونالدو صنع الهدف الثالث اللي سجله برونو فرنانديز قائد طبعا ونجم مانشستر يونايتد في الشوط الثاني. وبحسب موقع اليوفا عاد كريستيانو رونالدو اسطوره التشيك كارل بوبروسكي على العرش الاكثر تقديما للتمريرات الحاسمه في تاريخ البطوله برصيد 8 اسيست، ورونالدو هو اللاعب الوحيد في تاريخ بطولات امم اوروبا كلها اللي شارك في 6 نسخ للبطوله، رقم قياسي جديد يحسب الحقيقه لمثيله النجم الاكثر. انا من مدرسه انه رونالدو مش الاكثر موهبه ولا الاكثر امتاعا، لكنه الاكثر اصرارا، عقليه فريده جدا من نوعها، لو امتلك نصفها لاعب او يعني الموهبه الربانيه الموهبه التي لا تعلم ولا تدرس، في حاجات كده بتبقى جفت كده موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى للبني ادم، لو حد عنده الموهبه دي وعنده نص عقليه رونالدو اكيد يبقى افضل لاعب في العالم.